كلمة ضريح تذكرنا على طول بالموت. كيف يرى مصطفى محمود الحياة والموت؟ هو شوف، أولا الحياة بمعناها المطلق ما ليست إلا لواحد هو الله سبحانه وتعالى، هو الحي بحق الذي لا يموت، اللي ما فيش حد اداله الحياة، حياته من ذاته وحياته حقيقية ومطلقة. كل ما أعاد الله سبحانه وتعالى حياته مشوبة بالموت ومشوبة بالعدم، ومن هنا كانت حياتنا احنا اللي بنسميها حياة هي حياة مشوبة بالعدم. ازاي يعني؟ حد على المستوى الجسدي مثلا، على المستوى الجسدي لما تدرس الفيزيولوجيا بتاع الجسم تلاقي في عمليتين بيشتغلوا في نفس الوقت، بنى وهدم، يمثلوا حياة وموت في نفس الوقت من أول ما الواحد يتولد، خطين متوازيين. لكن في المرحلة الأولى يبقى عملية النمو أكتر والهدم أقل، لما يجي للرجولة يبقوا زي بعض، لما يخش على الشيخوخة يبتدي عمليات الهدم تبقى أكتر وتاخد الأفر هاند، فاهم بالك؟ بترجح الإيه؟ عمليات إنما الموت موجود من أول ما الواحد يتولد، موجود في اللعاب، بيطلع خلايا ميتة في اللعاب، موجود في العرق، الفراكة اللي بتحصل لما الواحد ما يستحماش، كل دي خلايا ميتة، موجود في الدموع، موجود في الدم، كل ساعة تموت 60 مليون خلية، 60 مليون خلية يموتوا ويتجددوا، العظم يكون غيره، فأكن الموت حقيقة ومستمرة. نفس الحكاية في الكبد، لما يجي يمرض ولا حاجة ويموت جزء يتجدد جزء، واخد بالك؟ ففي الموت والحياة جوه الكبد نفسه، الجلد لما جزء ينطرح بره يطلع جزء تاني، تتبلى التاني بالفينيل الجديد، واخد بالك؟ لما نيجي للنفس نلاقي نفس الحكاية برضه، جوه النفس في عوامل حياة اللي هي التفاؤل والأمل والإشراق والإقبال والبهجة والسرور والإيجابية، لكن في النفس برضو القلق، اليأس، الندم، الحسرة، واخد بالك؟ التشاؤم، كل دي عوامل عدمية. الاكتئاب، الاكتئاب لوحده لو تمكن من الواحد ينتحر، الاكتئاب عنصر عدمي، الاكتئاب واليأس والقنوط والحاجات دي، عشان كده ربنا ذم المسائل دي جدا. اليأس من رحمة الله ربنا ذمها وقال ده ما يعملش كده إلا كافر. فليه؟ لأن اليأس عدمي، ما هو طالع من الجانب العدمي، ما هو خلاص بقى، طبعا احنا لنا جانب عدمي بقى، وإن احنا حياتنا مش أحياء مطلقا، الحي مطلقا هو الله، الباقي كل حياء، كل الأحياء ما عدا الله حياة مشوبة بالعدم ومشوبة بالموت. فجانب الموت في النفس هو الحاجات اللي هي قلت لك عليها دي، الاكتئاب والتشاؤم واليأس والقنوط والقلق والحاجات دي، وجانب الحياة هي الأمل والإشراق والإيجابية والإصرار، وإنك تهجم على المشكلة ومش تهرب منها إلى آخره. وطبعا على حسب ركحان كفة على كفة بتكون شخصية البني آدم، إذا رجحت كفة اليأس والاكتئاب فالواحد لو استسلم وسابها تنتهي به، يجيب أجله خالص. فطبعا اتصال الإنسان بالله سبحانه وتعالى، لأن هو الحي، هو مدد الحياة، هو الحبل السري، طول ما أنت على صلة به لا يمكن تيأس ولا يمكن يغلبك اكتئاب ولا يجيلك أمراض نفسية، كل ده ما الأمراض النفسية لا تصيب مؤمن إطلاقا، لأنه متصل بالنبع الكبير، ما فيش. فإنما طبعا إذا الواحد ابتدى ينفصل عن الله سبحانه وتعالى بالكفر أو الشرك أو إلى آخره، أو بأنه ما بقت المسألة دي غير مطروحة في ذهنه، ما يفضلوش إلا إيه؟ قوته، خلاص بقى، بس قوتك مش مضمونة، الذراع ممكن تتشل والرجل تتكسر والعين تتعمي، ساعتها في السعادة تحس إن أنت فقدت رصيدك، ولأن ما عندكش رصيد تاني اللي هو الله سبحانه وتعالى بينتهي الأمر الانتحار على طول. يعني ديا في الواقع انا بعتقد ان الروشتة الحقيقية لجميع الامراض النفسية وجميع سلبيات النفس والجسم حتى كمان هي الصلة بالله سبحانه.
سبحانه وتعالى على أن تكون صلة وجودية، مش صلة كده يسبح تسبيح فاضي أو يصلي يعني أي حركات كده، لا، صلة وجودية وجودية. يعني تبقى يعني شو بقى، يعني تبقى السجود بكاء انفعال، زي ما الواحد بينفعل مع محبوب يبقى صادق، ينفعل مع محبوب. يعني يعني شوف لما الصوفي يقول لك نحن في لذة لو عارفها الملوك لحاربونا عليها بالسيوف، بيتكلم عن شيء ما هدش عارفه خالص، لأنه هو أصلا تلاقيه راجل فقير بجلابية وخلاص، يعني بيأكل لقمة وجبنة بس، إنما اللي جوه شيء تاني بقى. فدي عشان كده أعتقد أن الصلة الحقيقية بالله سبحانه وتعالى إذا كانت صلة وجودية مش صلة بالحنجرة أو اللسان أو لا، فهي ما تبقى أقوى من النفري يقول لك أقوى من الجنة والنار، أقوى من السماء والأرض، أقوى من كل شيء. لا تزلزلك الزلازل ولا تحركك النوازل، ده في لغتك.